بشوكه وغطا ازاز زي ما انت شايفه كده، غطا ازاز بتاعت الميه العاديه خالص. هنقشر كميه التين اللي انتوا شايفينها ديت، مليانه شوك زي ما انتوا شايفين. معايا بوله كده وهنزل بيها بشويه ميه ساقعه، وزي ما انت شايفه كده الميه الساقعه نزلت بالتين الشوكي فيها وسبتها ثواني، وبعد كده هحط الشوكه فيها كده اهو زي ما انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالغطا وابتدي اقشر الشوك كله، هتطلع معاكي بكل منتهى السهوله شايفين، او زي ما انت شايفه كده بايديكي وتمسكي من هنا ومن هنا. وبصي الشوك طلع في اقل من ثانيه، ليه بقى؟ لان هو نزل كله في الميه الساقعه. شايفين الشوك كله نزل هنا ازاي؟ ممكن بقى الطريقه الثانيه بالسكينه وتجرديها كده اهو، سهله جدا وبسيطه. هقطعه بقى واوريها لكم بيتقطع ازاي. وزي ما انت شايفه كده بنيجي من الحته دي كده اهو، سهله خالص كده، قادره ان انت تتحكمي فيه وتمسكيه ما فيهوش اي حاجه. ايه رايكم بقى في الجمال دوت باسهل طريقه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا احلى متابعين، معاكم رشا الاكلات السريعه. النهارده هنعمل مع بعض اسهل طريقه لتفصيص البسله. زي ما انتم شايفين كده معايا كميه من البسله، ومعايا شويه ميه مغليين جدا جدا على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. حطيها كده وسيبيها بتاع 5 دقائق 3 دقائق، وبعد كده تعالي هقول لك نعملها ازاي. افضلي قلبي فيها كده زي ما انت شايفه كده حبايبي. بعد ما سبتها كده 3 دقائق او 5 دقائق كده غطيت عليها الغطا. طبعا الميه لازم تكون بتغلي جدا على البوتاجاز، وبننزلها من على البوتاجاز. وتعالوا اوريكم هنعمل ايه. عندي حته كده زي ما انتم شايفين، انا بحطها على الحته دي بس عشان تتشرب الميه، وبعد كده هطلعها كلها برضو ثانيه الا ثانيه كده ما تكملش دقيقه، وبعد كده هقول لكم هعمل ايه تاني. وزي ما انتم شايفين كده بنشفها شويه كده بالحته بس. عندي كيس بقى زي ما انتم شايفين كده، حطيها كده في الكيس تمام، حبه حبه يعني مش شرط كلها، افركي الكيس كده. حبايبي زي ما انتم شايفين كده، دي اول فكره معايا لتفصيص البسله. انا جايبه الفكره دي يا جماعه من على اليوتيوب مش هكذب عليكم. بصوا ادي النتيجه، اول حاجه كان الكيس سخن جدا جدا جدا، ما كنتش قادره ان انا امسكه زي ما انتم شايفين كده، يعني يا دوب حاجه بسيطه جدا. فطبعا انا ما رشحش الفكره دي خالص او ارجحها خالص، طبعا دي فكره فاشله. طيب هنركن ديت. عندي كيس خداديه زي ما انتم شايفين كده، اي كيس يكون عندكم ما انتوش عايزينه، او عادي يعني بعد ما تخلصوا هتغسلوه، وهتحط الكميه كلها فيه. شايفين حبايبي انا بعمل بالطريقه دي كده، دي اسهل طريقه بالنسبه لي. بتفركي كده كله في بعضه. تعالوا بقى نشوف النتيجه، تعالوا بقى نشوف النتيجه. ما شاء الله، الله اكبر. بصوا حاجه انا بجد مصدوم، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. هنضف بقى من القش في برضو، يعني ايه، حتى لو مثلا بقت معاكي واحده ماشي سهله ان انت تعمليها، ان زمان عملتها بالطريقه دي كده. بصوا اكتريتها قشر يعني. بصوا اهو اهو انا هطلع معاكم الكميه كلها برضو عشان تشوفوها على الطبيعه. شايفين كل ده من الحرقه اللي هي كده بس. بس لازم تحطي البسله يكون في ميه مغليه جدا. شايفين والله العظيم انا بطلع كميه قشر رهيبه. في واحده اهي لازم نعملها، وسهله قوي يعني. طبعا بصوا ان شاء الله هطلعها بقى واحطها في كيس واوريها لكم حبايبي. وزي ما انتم شايفين بقى كده، شايفين لونها والله العظيم محتفظه بلونها زي ما هي، الله اكبر. هحتفظ بقى بيها في الفريزر، وقت ما احتاجها هحط بقى الجزر عليها، هتبقى جاهزه عندي في اي وقت، وهطلعها زي ما هي كده. شايفين الله اكبر. لو عجبك الفيديو اوعى تنسي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتحطي لي لايكات كتير عشان يوصلك مني كل جديد. كان معاكم رشا الاكلات السريعه، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال؟ هنعمل مع بعض النهارده أحلى طحينة وأحلى من بتاعة المصانع كمان، شايفين؟ إن شاء الله، الله أكبر. يلا بينا نخش على الفيديو على طول.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا احلى متابعين، معاكم رشا الاكلات السريعه، والنهارده جايه لكم بوصفه جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله. الطحينه البيتي انضف واحلى من بره بكتير جدا جدا، هنعملها بكل سهوله وطريقه سهله وطريقه مضمونه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده معايا ربع كيلو من السمسم، هحمصه شويه كده في طاسه زي ما انتم شايفينها كده، ممكن تحطوه في الفرن وممكن تحطوه على البوتاجاز من فوق على طول، مش هياخد وقت. هديله كده شويه تحميصه وهوريه لكم في الاخر حبايبي. وزي ما انتم شايفين كده بحمصه كده على الطاسه زي ما قلنا حبايبي مع بعض على البوتاجاز من فوق حبايبي. وزي ما انتم شايفين كده خلاص نزلته من على النار، ما قعدش معايا 5 دقايق بالظبط. زي ما قلت لكم في البدايه لو عايزه تحطيه في الفرن على طول برده مش هياخد 5 دقايق، مفيش اي مشاكل، بس انا قلت بقى ايه استسهل الامر عليا على طول، فهنزل بقى دلوقتي بيه في المطحنه بتاعه الخلاط هطحنه وارجع اوريكم ايه الشكل بتاعه حبايبي. وزي ما انتم شايفين كده بالشكل دوت، شايفين اما طحنته ناعم معايا قوي ازاي، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. هو ده بقى سر المصانع، يعني هما بيطحنوه وبكل سهوله. طب ما انت عندك المطحنه في البيت، مطحنه الخلاط الكبه، اطحنيه ونعميه وما تطلعيش منه اي قشور. زي ما انتم شايفين كده بقى هنزل بيه بالخلاط على الخلاط على طول وهوريكم في الاخر. في شفشق الخلاط نزلت بكوبايه زيت او نص كوبايه زيت عفوا، ونزلت عليها بكميه السمسم اللي معايا. حبايبي وزي ما انتم شايفين كده انا كنت بوريكم شويه زيت كمان، حسيت ان الخلاط مش قادر يفرمها كويس او يطحنها كويس، فديت لهم شويه زيت كمان، شويه صغيره جدا. شايفين ما شاء الله، الله اكبر، شايفين القوام بكل سهوله، مش محتاجه مننا اي جهد ولا اي تعب. لو وصلتي بقى لحد كده ما تنسيش اختك في اللايك وتشتركي في القناه عشان تشجعوني ويوصل لكم مني كل جديد. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، حاجه نظيفه، حاجه عمايل ايديكي ضمناها ضمنه انت بتاكلي ايه، بسم الله ما شاء الله. اذا عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش الاشتراك في القناه على اليوتيوب. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديوهات جايه تاني ان شاء الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا احلى متابعين، معاكم رشا الاكلات السريعه، والنهارده هنعمل مع بعض عصاج اللحمه بكميه كبيره جدا تقضينا وتكفينا طول شهر رمضان كله. زي ما انتم شايفين كده معايا كميه من البصل، معايا كميه من اللحمه، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. حبايبي طاسه على النار نزلنا بيها، نزلنا عليها بمعلقه كبيره من الزبده نسيحها، وبعد كده هننزل عليها بالبصل. تمام، ننزل بقى بالبصل، كمية البصل اللي احنا عاملينها مع بعض كلها فرمينه مخلينه ناعم زي الفل زي ما انتم شايفين كده. هنفضل نشوح فيه لحد ما لونها اتغير معانا، وبعد كده هنقول لكم هنعمل ايه. ونزلت عليها كده بورقتين لورا عشان هتديها بقى ريحة وهتديها طعم كده هتخليها جميلة. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي البصله معانا اتشوحت وخدت اللون الغامق بتاعها، هننزل عليها بقى بالبهارات معانا، معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده، معلقه قرفه، معلقه البهارات السبعه. تمام، وهنزل عليها بقى بمعلقه صغيره جدا من السكر، وخلاص كده بقت تمام جدا معانا. هنزل بقى عليها باللحمه. دول يا جماعه كيلو ونص من البصل على كيلو على كيلو لحمه مفرومه عشان يطلع معانا كميه تكفينا طول الشهر ان شاء الله. وادي اللحمه بتاعتنا شايفين ان شاء الله، الله اكبر. وزي ما انتم شايفين كده يا بنات اللحمه بقت مستويه معانا، شايفين الجمال، الله اكبر، كميه كبيره بسم الله ما شاء الله. هنحطها بقى في اطباق فل ونحتفظ بيها في الفريزر. حبايبي وادي الكميه اللي انا طلعتها، شايفين ما شاء الله عملت معايا
الله اكبر، 6 اطباق طبعا، دوت يعتبر طبق ونص. شايفين هتستخدميها بقى في كوسه بشاميل، في مكرونه بشاميل، في حواوشي، يعني هنستخدمها في حاجات كتير قوي، وهتوفر معانا كتير جدا جدا جدا. شايفين الجمال، حاجه في منتهى الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. لو عجبك الفيديو واستفدتي منه باي معلومه، حطي لي اللايك واشتركي في القناه ودوسي على زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كان معاكم رشا الاكلات السريعه، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.